هي اكيد رفيقتك المكيوتة، افتحي لها انتي. هاي نينو. هاي فوتي حبيبتي، اهلا وسهلا. ان شاء الله ما تطول، ما بدي اروح احيي المسلسل مثل امبارح. يا ترى شو بدها من نور؟ والله انا اللي بحسسني انه ورا هالكباش في شيء مو نظيف. عمى معقول؟ اي والله. والله خجلانه منك يا نور، يعني ما بعرف شلون بدي بلش الحديث. شوفي احكي. بتخانق انت وحسام؟ الموضوع ما بيتعلق بحسام، الموضوع بيتعلق بميرنا. ليش صاير شيء بين حسام وميرنا؟ ميرنا حامل. حامل؟ بصراحة أنا من فترة حاسست أنها مكركبة ومتضايقة ومو على بعضها. متأخدتها على الدكتور قام طلعت حامل. بس أنا اللي فهمته أنه هي مانا متجوزة، مو قلتي لي أنه هي عايشة عندك بالبيت لحالها؟ لك متذكرة لما قلت لك أنه حسام خانقة وحردة، طلعت من البيت ضلت غايبة شي 3 أيام؟ خلال بيتها؟ أي وقتها صار اللي صار. بس المشكلة أنه أنا مو عاملة حسابي لهالقصة. يا لطيف شو عم تحكي؟ لا يعني ما بعرف شو بدي لك. هلأ شو بدك تعملي؟ والله ما بعرف شو بدي أعمل. يعني حسام خلقه مطايقة، وهلأ إذا دري بده يقيم قيامتها. والله هي معه حق يقيم الدنيا فوق راسها، مو يقيم قيامتها بس. هي غلطة كبيرة كتير، يعني أنا ماني فهمانة كيف بتغلط هيك غلط. أنت مانك مفهمتيها؟ يوه نور، المهم هلأ أنا ما عندي غير حل واحد. شو هو؟ إنه تزور عند شي واحدة من رفقاتي لبين ما تولد، وبس تولد بترجع لعندي على البيت. لا مين شاف ولا مين دري. وأنا مفكر إنه يعني أنت بتحبيها وهي بتحبك، بلكي بتخليها عندك لبين ما تقوم بالسلامة. عندي هون بالبيت؟ يعني مثل ما انك شايفة راما، البيت يا دوب وسعنا، نحن 5 صبايا وما عندي غرف زيادة. تقبري قلبي يا نور، ما راح تضايقكم والله ما لها سئلة. بعدين وين ما بدك نيميها، نيميها جنبك، نيميها بالصالون، مدي لها بالمطبخ. موافقة أنا. تقبري قلبي يا نور، ما لي غيرك. معقول توافقي؟ لا لا نور، ما ممكن تتغابى وتوافق. لا خلص عم استناكي بكرة الصبح انتي وميرنا. تقبريني يا نينو، ما رح أنسى لك المعروف في حياتي. أرفوار. باي. لك نور، شو جنيتي انتي؟ شلون متوافقي؟ والله انحرجت، ما عرفت شو بدي إلا. يا عوض بدك نيني معي بالغرفة. خلص هلأ بكرة بس نتعرف عليها ومنقرر. خلص الله يوفقكم. مبروك 6 سنيها، رح نصير 6 بالبيت حبيبتي. لا حبيبتي انتي السادة، رح نصير 7 لأنه بكرة بس تولد ميرنا بالسلامة وإن شاء الله يكون معها صبي، نصير 7. يا حبيبي